هتقضي على كل اشكال الحياه. ده مش بني ادم. تفككي الولايات المتحده الامريكيه اشتباكات طاحنه اندلعت بين العصابات التي تتحكم الأولاني من القرن 21 بدأ ميزان القوة في العالم يتغير. كل دول أمريكا الشمالية كانت متحدة وكان اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدين بدأت تضعف وتتفكك وتحارب بعض، واللي ما كان يعرف وقتها بالدول العربية ابتدت تبقى أقوى اقتصاديا وعسكريا. الولايات المتحدة الأمريكية كانت الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية، ولما جت الفرصة للدول العربية إنها تتخلص من عدوها اللدود وقامت الحرب اللي أطلق عليها حرب تحرير القدس. حرب تحرير القدس. وعاد معظم اليهود الى بلدانهم الاصليه. وانتهت الحرب سريعا وادت لتدمير دوله اسرائيل الصهيونيه قبل ما تمر 100 سنه على تاريخ انشائها. الغالبيه العظمى من يهود اسرائيل هربوا ورجعوا لبلادهم الاصليه في اوروبا ومختلف دول العالم. معلش انا اسف. كلنا هنحس بالاسف لما الحياه تبان والوهم يزول. الحرب جايه جايه هتقضي على كل اشكال الحياه. انت بتضحك على نفسك، ده مش بني ادم وعمره ما هيكون. انت مش هتعرفي تتعاملي معاه زيي. زمان الناس كانت بتحارب لأنهم مؤمنين بحاجة أو بيحاولوا يبقوا أحرار،
وبعدين فجأة ربنا سبحانه وتعالى يقول ليكن نور فيكن نور، ومن النور تبتدي الحياة.